تاريخي ملحمي برؤية إنتاجية عالمية لولادة الإسلام ونشأته. الفيلم ولد بعد 5 سنوات من رحلة البحث عن مصدر التمويل. الفيلم اللي أدى لانسحاب إحدى الدول العربية من تمويله بعد رفض السيناريو من قبل رابطة العالم الإسلامي. والفيلم اللي كانت ميزانيته 10 ملايين دولار، ولكن بعد 6 شهور وقفوا التصوير بسبب العجز المالي. من أنقذ هذا الموقف؟ لما نتحدث عن أعمال عظيمة لابد أن نذكر أفلام هوليوود اللي في الفترة الذهبية كالسبعينات، مثل العراب والفك المفترس وروكي وغيرها الكثير. لكن هل تتخيلون أن فيلم عربي صور بنسختين عربية وأجنبية في تلك الفترة وترجم إلى أكثر من 22 لغة ويحمل توقيع مخرج عربي؟ قصة الفيلم هي قصة مختلفة وحساسة جدا، وفي دول ما عرضت هذا الفيلم لعام 2018. الفيلم اللي يتحدث عن نشأة الإسلام من خلال السيرة النبوية الشريفة، ولا شك أن لكل فيلم ناجح حكاية لا يعرفها أحد وبصمة طبعت في ذاكرة صناعه، وبتكون رواية مشوقة ممزوجة بالفخر والتعب والحنين لنتائج تخليد هذه التحفة السينمائية بعد جدل ورفض ومنع بعض الدول العربية له. وما تسمع عن عبث الفن السابع. هل تعرفون قصة فيلم الرسالة للمخرج السوري العالمي مصطفى العقاد؟ أما التحضير له ما كان ساعات، بل استغرق 5 سنوات من الجدل والصد والرد. خلونا نبدأ الحكاية من البداية، مستعدين؟ انطلق المخرج السوري مصطفى العقاد برحلة شاقة جداً في التحضير لفيلم الرسالة، ونظراً لحساسية الموضوع استعان ب6 كتاب في كتابة السيناريو وأقام سنة كاملة في القاهرة. 6 كتاب وباختلاف ثقافاتهم، تخيلوا. ومن أبرز الكتاب الكاتب الإيرلندي الشهير هاري غريك اللي كتب سيناريو لورنس العرب ولاحقاً النسخة الإنجليزية لفيلم عمر المختار، واللي أقام في فندق نيل هيلتون بالقاهرة لمدة سنة كاملة، متعاون في الكتابة مع عبد الحميد جودة السحار وتوفيق الحكيم وأحمد شلبي وكاتبين آخرين من طرف الأزهر الشريف. كان عمل مجهد كبير، بحيث صرح العقاد أن الكاتب الإيرلندي غريك كان يكتب السيناريو بالإنجليزية ومن ثم تتم ترجمته إلى اللغة العربية بحيث تتم مراجعته من علماء الأزهر، ومن ثم يترجم مرة أخرى إلى الإنجليزية بعد إضافة التعديلات. وقال أن السيناريو ترجم إلى 4 أو 5 ترجمات حتى حصل على النسخة النهائية اللي ختمت صفحاتها بختم الأزهر، إضافة إلى أن العقاد ساهم في جزء من إنتاج الفيلم. طبعاً كان التمويل أهم عقبة في ولادة الفيلم، بحيث قال العقاد في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه قضى 5 سنوات متجول من عاصمة إلى أخرى للبحث فقط عن مصدر للتمويل، وحصل أخيراً على تمويل ثلاثي من الكويت وليبيا والمغرب. في البداية كانت ميزانية الفيلم 10 مليون دولار، وتم تقسيم هذه التكلفة بالتساوي على 3 دول الممولة وإيداع المبلغ في أحد بنوك سويسرا، إلا أن الكويت ما استطاعت بعد انسحابها استرداد المبلغ اللي دفعته. لكن إنتاجياً تغيرت خطة التكلفة واللي تحملها المخرج مصطفى العقاد بصفته منتج الفيلم أيضاً، وبدل 10 مليون صارت 17 مليون دولار، مبلغ ضخم جداً ذهب معظمها في الديكورات الطبيعية والملابس والأكسسوارات وأماكن التصوير، بالإضافة إلى كم من هائل من مجاميع والمعارك واسعة النطاق. وفي وقتها استخدم العقاد تصوير العمل كاميرات حديثة عالية الجودة، لكن أكيد لم تخلو من العيوب التقنية وبعض الهالات الحادة والقليل من الضوء اللي يمكن تغاضي عنها نظر لإمكانيات كاميرا التصوير في 70ات القرن الماضي. ولكن ما حصل أثر على البدايات الأولى للفيلم بإحداث بلبلة وتساؤلات عديدة. بداية طرح الفيلم باسم محمد رسول الله ليبدأ الجدل بعده مباشرة، وهذا بسبب ما نشرته جريدة الأهرام المصرية واعتبرته سبقاً صحفياً،
وعنونت أن الفيلم سيتناول قصة الرسول محمد، لكن سيؤدي دوره أنتوني كوين. والعقاد لا يعلم إن كان هذا التأويل عن قصد أو لا. من الممكن أن العقاد اعتقد أنه كلام صحافة صفراء، لكن أثار ضجة كبيرة حتى قبل كتابة الفيلم. المشكل كان في الاسم ونشرة الأهرام خبر، كمال ملاخ نشر خبر أنه فيلم محمد رسول الله بطولة أنتوني كوين. طبعا الناس أولتها على أساس أنتوني كوين ليقوم بدور محمد رسول الله، وانتشر الخبر ولا يمكن تكذيب الخبر. هل كان مقصودا هذا الاختيار للعنوان؟ ما أعرف، ما أعتقد كان مقصود يعني، لكن طبعا بطبيعته فيلم كذا بطولة أنتوني كوين الفيلم، لكن تأويله بطولة مين، أي دور بده يلعب أنتوني كوين. وبعدنا ما بدينا وبلش عور الراس. واجه السيناريو صعوبة شديدة في الحصول على موافقة رابطة العالم الإسلامي، ووصف العقاد ما حدث بأن أشبه بالصراع، لأنهم رفضوا حتى قراءة السيناريو وكانوا مقتنعين تماماً بأن الفيلم هو عن محمد رسول الله ولكن بإنتاج أمريكي، وأن فكرة تجسيد الرسول هي فكرة غير واردة نهائياً لأن ذلك في الإسلام حرام أساساً. ولكن بالرغم من العقبات اللي يعتبرها البعض إشارات لعدم المضي في العمل، إلا أن العقاد وبإصراره نجح بالحصول على موافقة الأزهر لسيناريو الفيلم بعد جهد وانتظار وصبر كبير. لكن الأزهر اشترط على العقاد بعض الشروط، واعتبر أن المحظور تجسيدهم في الأفلام السينمائية هم فقط 10 المبشرون بالجنة وليس من بينهم حمزة، إلا أنه تراجع عن هذا الموقف، بحيث قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية رجب بيومي عن أسباب منع الفيلم: هذا الفيلم تم تجسيد شخصية حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من أهل الجنة. وهنا تحدث العقاد عن هذا الموقف وقال: في فيلم الرسالة واجهتنا صعوبة في الكشف عن وجوه كل من الرسول وخلفاء الراشدين، وما استطعنا إظهار صورهم ولا أصواتهم ولا حتى ظلالهم طوال أحداث الفيلم، لما في ذلك من حساسية عند جمهور المسلمين. مرحبا. مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت. بل في داري يا رسول الله. يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. وبدأت أخيراً رحلة التصوير في المغرب، بحيث سمح الملك الحسن الثاني ملك المغرب وقتها بتصوير الفيلم في بلاده، ولكن بشرط واحد، وهو عدم عمل دعاية أو ضجة حول هذا الفيلم. ما كان الطريق سهل مثل ما ظن العقاد، بل واجه تحديات كثيرة، ومنها تحدي رئيسي أثناء تصوير الفيلم، فأي تصوير مرئي للرسول يعتبر محرم في الإسلام. وحسب توجيهات علماء الأزهر فإن الشخصية الرئيسية لم تظهر بالفيلم أبداً، ويقول أنتوني كوين: لن تستطيع أن ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفيلم، ولن تستطيع أن ترى حتى ظله. لكن العبقري العقاد حل هذه المعضلة بالتلميح لوجود النبي محمد في الفيلم حين تتكلم الشخصيات باتجاه الكاميرا مباشرة، وكانت هذه المشاهد أشبه بمن يرى وحياً روحانياً، وكان يقوم بمن يحدثه بترديد كلماته بحيث لا يسمع صوت الرسول أيضا. الجرأة في طرح الموضوع لقضية خلافية تعد حساسة جداً أدى للمعارضة من إحدى الدول العربية، وبدت الدعوات لإيقاف الفيلم بعد 6 أشهر من الشروع فيه. مصطفى العقاد قال وقتها أنهم أخبروه بأن الملك فيصل أبلغهم بأنه لن يحضر مؤتمر القمة الإسلامي في الرباط إلا إذا تم إيقاف الفيلم. تخيلوا إنتاج ضخم كهذا والعمل يتوقف، وبهذا الشيء
صار في عقبات جديدة بسبب توقف التصوير في المغرب وعجز مرة ثانية الميزانية بسبب التغيير في كل شيء، الموقع والديكور وتكاليف نقل الممثلين وحتى بالنسبة للمجاميع الكومبارس. ما الحل؟ ما في استسلام عند العرب. لجأ صناع الفيلم إلى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وعرضوا عليه بعض المشاهد اللي تم تصويرها. بدأ القذافي بالتكبير عندما شاهد مقطع المسلمين يكبرون أثناء رجمهم من قبل مشركين مكة، وتولد الأمل من جديد بعد هذا الموقف في نفوس صناع الفيلم. طلبنا موعد، نحن طبعاً عندنا 3 أيام ما عارفين وين نروح، البواخر في طنجة، نحمل هالأجهزة المعدات الديكورات ما عارفين وين رايحين، لازم نترك المغرب. وطلبنا موعد من القذافي ومجلس قيادة الثورة وأعطونا الموعد ثاني يوم، وذهبت أنا مساعدي وما أخذنا بعض الأفلام المصورة أخذناها معنا لعرضها إليهم. ذهبنا إلى طرابلس وحضرنا الاجتماع، وكان مجلس قيادة الثورة مجتمع، وطبعا عرضنا اللقطات اللي صورناها. ونحن عم نعرضها ظهر مشهد في مكة، المسلمين عم يرجموهم المشركين وماسكين ايديهم والله اكبر الله اكبر عم بينادوا. ماذا فعل العقيد القذافي؟ عقيد القذافي هنا قال الله اكبر. انا عرفت انه هناك صار في ثقة بالفيلم. ردد معهم. ايوه ردد معهم الله اكبر. خلص الفيلم. قال لي القذافي شو المشكلة؟ قلت المشكلة كذا كذا كذا، نوع من الدعاية الإعلامية اللي صارت مضادة للفيلم خلت بعض الدول تعارض. قال لي يجب هذا الفيلم أن يكمل. قلت له أنا هذا رأيي كمان. قال لي شو المشكلة عندك؟ قلت له عندي 3 مشاكل. أولا الميزانية الآن، وإن كان الميزانية موجودة كانت في مصرف في سويسرا، لكن منا نرجع نعيد بناء الديكورات بنقلنا إلى ليبيا يلزمنا التمويل. طلب من عبد السلام جلود أنه يعطينا ما يلزم. وبهذا حط فريق العمل رحالة في الصحراء الليبية، وخاصة في معركتي بدر وأحد في مدينة سبها في قلب الصحراء الجنوب الليبي. وفر القذافي لصناع الفيلم كل ما يلزمهم من أموال لتغطية العجز اللي حدث في الميزانية. أما مواقع التصوير الباقية كانت في أحياء شعبية، ولعب عدد كبير من الممثلين في ليبيا أدوار متفاوتة، كعبد الفتاح الوسيع في دور عبادة، ومحمد الساحلي في دور التاجر المرابي، وعيسى عبد الحفيظ اللي دل كفار قريش على موقع الرسول وصاحبه الصديق، وعمران المديني اللي لعب دور سهيل بن عمر وظهر في لقطة صلح الحديبية مفاوضاً باسم قريش. ولكن أهم هذه الأدوار اللي لعبها الفنانان الليبيان علي أحمد سالم في دور بلال بن رباح، وسالم قدارة في دور وحشي واللي كان قاتل حمزة. أما الموسيقى التصويرية كانت للموسيقار الفرنسي الشهير موريس جار، وهو نفسه صاحب موسيقى فيلمي لورنس العرب وعمر المختار. حل مشكلة المجاميع عن طريق السماح لصناع الفيلم بالاستعانة بقوات المقاومة الشعبية الليبية، ومثل ما روى مصطفى العقاد في عدة لقاءات تلفزيونية عما حدث في التصوير وخاصة في مقطع المجاميع وسر بكائهم. وضعت المجاميع على الجبل اللي مفروض فيها جبل آخر خطبة الوداع، جبل عرفات خطبة الوداع، وأخبرنا المجميع أنه جاي للمناسبة الشيخ حسن المكي جاي من مكة مشان يلقي كلمة عليهم.
وهذا لبسنا لباس شيخ جاي من مكة وطلع. طبعا أنا لمن طلع هو رحت بست إيده وتراجعت، يعني عم مثل أمامهم نعطيهم الوهم لهالمجميع هاي. وبدأ يتكلم وأخذ قصة آخر أيام الرسول قبل وفاته، وصار بالتفاصيل وشو هل عم يبكوا، هل مجميع الناس الشياب صارت تبكي، واللقطات بشوها بالفيلم عم يبكوا. نعم استعملناها. ولكن بعد الانتهاء من تصويره وبعد كل هذا الجهد والتعب رفضت دول عربية عرض الفيلم. لكن كيف بيعرض العقاد الفيلم بعد كل هذا الرفض والتعب؟ فكروا بفكرة إمكانية عرضه لأول مرة في لندن، إلا أن تعصب المسلمين هناك كان شكل خطر على حياة العقاد بسبب فكرتهم المسبقة عن أن أنتوني كوين هو من سيجسد دور البطولة. He is the bravest man in the desert when he meets unarmed men. Muhammad is a liar. Liar? You don't let him speak. Where is the lion? Where is the truth? When it hasn't been spoken yet. Muhammad is a fraud. Stand up. Hit me back if you dare. وبالمناسبة بما أنه ذكرنا أنتوني كوين، صارت حادثة رواها مصطفى العقاد ووثقها كل من عبدالله غيث وأنتوني كوين. كان فيلم الرسالة فرصة لمباراة حاشدة في التمثيل بين عبدالله غيث وأنتوني كوين. عندما سئل عبدالله غيث وهو ممثل مصري عريق، قال أنه شعر بالرهبة من هاي المواجهة في البداية، وقال في إحدى مقابلاته عبر الهاتف: قلت لنفسي يا ودي عبد الله، انت ممثل كويس وابن حضارة تمتد لآلاف السنين، قد حضارة أنتوني كوين 10 مرات، توكل على الله. كلمات تحفيزية استخدمها عبد الله غيث لأدائه أروع الأدوار، وانبهر الفنان العالمي أنتوني كوين اللي جمع به فيلم الرسالة، بحيث كان يؤدي المشاهد مرة واحدة وبدون إعادة. لكن الصعوبة الوحيدة اللي واجهته هو عدم إتقانه اللغة الأجنبية باقتدار، وهي النقطة اللي وقفت أمام انطلاقة نحو العالمية، لدرجة أن أنتوني كوين قال: إذا وجد عبد الله غيث في أوروبا لأصبح في مكانة خاصة جدا. هل من شيء؟ لا ليس بعد. قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟ نرجع لمشاكل عرض الفيلم. وبعد كل هالصعوبات تم عرض الفيلم في النهاية، وروى العقاد ما حدث خلال هذا اليوم المهم، وقال أن الدمع فر من عيونه لما شاهد المسلمين اللي حضروا العرض يؤدون مشهد الصلاة في آخر الفيلم ويصلون أمام الشاشة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بعد انتهاء العرض الأول توجه 3 أشخاص من الحاضرين للعقاد وهم يبكون، كانت إشارة إلى أن الفيلم وصلت رسالته. لاقى الفيلم قبول تدريجي للعديد من الدول، وظل ممنوع من العرض في مصر على الرغم من موافقة الأزهر الشريف على السيناريو وبسبب تجسيد صحابة الرسول، إلا أن تسرب للجمهور من خلال شرائط الفيديو. وبوقتنا الحالي لو كان هناك سوشيال ميديا أكيد ما قدرنا نخبركم عن قصة فيلم الرسالة، لأنها بتنتشر من أول ثانية. صدر الفيلم بنسختيه العربية والإنجليزية وترجم إلى 12 لغة مختلفة في العالم، وضمت النسخة العربية من الرسالة كوكبة من النجوم والفنانين، ومنهم عبد الله غيث، منى واصف وأحمد مرعي، محمد العربي، علي أحمد سالم، محمود سعيد وحمدي غيث، عبد الوارث عسر، عبد الرحيم الرزقاني وعبد العظيم، عبد الحق، محمد وفيق وآخرين. أما عن النسخة الأجنبية فكانت من بطولة أنتوني كوين في دور حمزة بن عبد المطلب، مايكل أنسرة في دور أبو سفيان بن حرب، آيرين بابس في دور هند بنت عتبة، جوني سيكا في دور بلال بن رباح، مايكل فورست في دور خالد بن الوليد. I witness
that there is only one God, and that Muhammad is his messenger. May God forgive me the times I have fought against you. Islam does away with all that went before it. I'm sorry, I came in here wearing... Here are my jewels. What they are worth, I give to the poor. And may I offer you my... Yes. But you were the bitterest sword against Islam. Now, by the will of God, I will be the raised sword of God. وبما أن الفيلم هو عبارة عن حكاية ولادة بعد مخاض أسير، كان في كثير من الآراء المهمة، وأوضح الممثل جاريك هاغون اللي قام بتمثيل دور عمار أحد أتباع الرسول عليه السلام، في ذلك الوقت لم نكن نعرف الكثير عن الإسلام، وكان هذا الفيلم بمثابة درس تنويري، وتم تكريم المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد في أكثر من مهرجان في بلده، وخاصة دمشق وحلب، وتم تسمية جائزة خاصة باسم مصطفى العقاد في مهرجان دمشق السينمائي الدولي، على الرغم من انتشاره على أشرطة الفيديو والأقراص المدمجة في العالم كله. والأغرب من ذلك أن ملف فيلم الرسالة ما زال في الرقابة التي لا تجد اعتراض رقابياً عليه، يعني بالمختصر مش عارفين ليش منع من العرض سبب أو بدون سبب، وخاصة بعد ما أكد رئيس الرقابة المركزية على المصنفات الفنية السمعية والبصرية في مصر مذكور ثابت أن إدارته طلبت من الأزهر التصريح بعرض الفيلم الرسالة بنسختيه العربية والإنجليزية، لكن بعد كام؟ 22 سنة من حضره في مصر. وبالرغم من هالقرارات واجه الفيلم انتقادات كثيرة، وعرض أخيراً على القناة الأولى المصرية من فترة قريبة في عام 2018، أي بعد 42 سنة من عرض الفيلم، تقرر عرضه في السينما بالسعودية وعدة دول خليجية أخرى، وذلك بعد عمل نسخة مرممة منه بتقنية 4K. وأكثر المشاهد كانت تأثيراً هو مشهد تعذيب بلال بن رباح على يد الكفار، اللي أوضحت للمشاهدين مدى الصعوبة اللي واجهها المسلمين في بداية انتشار الإسلام. والمتابع لنسخة الرسالة الرقمية اللي تعرض حالياً في معظم صالات السينما بالإمارات والسعودية وعدد من الدول العربية يشعر بمدى الجهد في هذا الفيلم. وخلونا نذكر أن ابن مصطفى العقاد مالك قام بترميم الفيلم بعد 40 سنة، وواجه تحديات كثيرة، مبيناً أنها جاءت أقل بكثير من تحديات اللي واجهها والده الراحل مصطفى. مالك قال في تصريح صحفي أنه حصل على دعم كبير خلال تجديد الفيلم رقمياً، بحيث تعاونت مع شركة فرونت رو في دبي لتوزيعه في أنحاء المنطقة العربية، وهذا الشيء لا يتعلق فقط بالإخراج والحلول اللي ابتكرها، خاصة بالمعارك والحلول الأخرى اللي مكنته من تخطي بعض المعضلات اللي تفرضها طبيعة الحبكة والسيناريو. أما بالنسبة لمخرج الفيلم مصطفى العقاد، فهو مخرج ومنتج سينمائي سوري المولد وأمريكي الجنسية، ولد في حلب بسوريا، ثم غادرها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في جامعة كاليفورنيا، وأقام فيها حتى أواخر مراحل حياته، واشتهر كمخرج سوري عالمي في هوليوود، ومن أشهر أفلامه الرسالة وأسد الصحراء اللي كان عمر المختار. اخرجوا اخرجوا يا إخوة الإيمان. مصطفى العقاد مخرج فيلم الرسالة، أخرج هذا الفيلم ليغير فكرة الغرب تجاه الإسلام، وأنه ليس دين إرهاب بل هو دين تسامح ومحبة، ولكنه توفي في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان متأثر بجروح أصيب بها في التفجيرات. وكان العقاد في الأردن لحضور حفل زفاف في العقبة،
ووصلت ابنة ريما من بيروت، لكنها قتلت أيضا في التفجير الانتحاري اللي استهدف فندق جراند حياة في الأول من نوفمبر 2005. ترك العقاد خلفه إرثا خالدا ومشرفا في مسيرته السينمائية، وأبرزها فيلم الرسالة، وأطلق عليه اسم عبقري السينما لإخراجه ملحمة سينمائية كلاسيكية لتقديم الرسالة النبوية والإسلام بنظرة جميلة، مستعرضا فيه حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشأة الإسلام. فيلم يحمل من اسمه نصيب، لكنه انتصر برسالة عن السيرة النبوية الشريفة ووصل إلى العالم كله. خبروني كم مرة شاهدتم فيلم الرسالة، وهل برأيكم أن في سبب حقيقي ومنطقي لعدم عرض هذا الفيلم في بعض الدول العربية؟ شاركونا تعليقاتكم عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتظرونا في الحلقة القادمة. مع السلامة.